لكن استمع إلى هذا الكلام العجيب. وقالوا أي المشركون إنهم ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، إنهم ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، صلاة العصر. يعني يدرك الكفار عظم شأن الصلاة ومكانتها في نفوس المسلمين، وعظيم منزلتها وعظيم حبهم لها، وأن حبهم لها أشد من حبهم لأولادهم. قال ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. ليت من يتهاون بالصلاة يتأمل هذا الحديث، وليت من يتهاون بصلاة الجماعة يتأمل في هذا الحديث، كيف أن الصلاة لها من الحب والمكانة في قلوب الصحابة هذه المنزلة، وكيف أنهم في القتال والعدو أمامهم يتربص بهم ليس عنهم ببعيد، لا يفوتون صلاة الجماعة، يصلونها جماعة وهم قبالة العدو، والعدو متربص بهم ويريد أن يميل عليهم ميلة ليقتطعهم، مثل ما قالوا لو منا عليهم ميلة لاقتطعناهم. أمر في غاية ما يكون من الشدة،